في جزء الماركتنج نفسه كايجنت لو انا شغال فريلانس او كايجنسي لو انا شغال في شركه او اي ما الى ذلك، لازم أنا اكون مصنف الكلاينتس بتاعتي، لان انا بقول عليه عميل. طب هو عميل، ما هو لازم أن يكون درجات، لازم أن يكون مختلف عن عميل تاني، لازم يكون عنده اوبجكتيفز مختلفه. العميل اللي هو عايز اعلان ب 1000 جنيه الف بيه العالم، ده عميل عادي جدا وهو مش غلطان، تمام؟ انا اللي غلطان. طب انا اللي غلطان ليه؟ لان انا ما قدرتش اصنفه عندي. طب انا دلوقتي عندي عميل، لازم انا اقسمه الاول A وB وC، وانا اختار اشتغل مع انهي ليفل، وعلى حسب كل ليفل ابتدي اشتغل عليه. يعني مثلا انا دلوقتي عندي منتج، تمام؟ في منه ب 1000، في منه ب 2000، في منه ب 6000. طيب انا بقى كعميل عشان اشتري المنتج ده، انا اللي بقرر انا هاخد من ده ولا من ده ولا من ده ولا من ده. طب انا دلوقتي بقى الناس اللي جايه تشتغل او ان انا اشتغل لها ماركتنج، لازم انا اختار. يعني مثلا انا دلوقتي هنا عندي عميل مثلا شركه، تمام؟ خلاص خلينا كده نقول شركه بتصدر، تمام؟ مثلا خلينا نقول مثلا بتصدر ايه، الوان، تمام؟ او منتجات الوان، اوكي، منتجات الوان، تمام. طيب منتجات الوان دي محتاجه بقى ايه، تشتغل بشكل كويس. ده عميل فاهم يعني ايه ماركتنج، فاهم ان انا اشتغل له يعني ايه، ابني له تراكنج سيستم علشان ابني الشغل بتاعي، فاهم ان انا ازاي اربط له واعمل له اي كوميرس. ده حد فاهم، خلاص انا ده في ليفل ايه. طيب انا دلوقتي عندي عميل تاني، تمام؟ خلينا نقول مثلا اونلاين، تمام؟ ستور، تمام. طيب الاونلاين ستور ده، الاونلاين ستور ده المفروض ان هو انا عندي اونلاين ستور، والاونلاين ستور ده عامله في دبي، وببيع من دبي، اطلع المنتجات على دول مختلفة. خلاص ده عميل كويس، بس ده شغال الون لوحده، هو عامل ويب سايت وعايز يشتغل بس، فاهم. خلاص ده ليفل بي، مش هيدفع كتير بس حد فاهم، قادر يتجاوب معايا الكلام ده كله. طيب في بقى عميل هنا، تمام؟ بيعمل ايه؟ لا هو عايز اعلان الف بيه العالم، زي ما بيتقال، عايز اعلان الف بيه العالم. طيب طب انا ده ليفل، هو الليفل بتاعه كده. انا بقى لازم اقرر هل هو امشي معاه بنفس الطريقه بتاعته واشتغله على نفس الطريقه، ولا انا اقول له لا انا مش هشتغل معاك، او ان انا مش هينفع ان انا اشتغل معاك وايه ونخش في الامور دي ونبتدي بقى ندسكاس. لا احط 1000 زياده، لا معلش قول لي بزود على الاعلان 100 جنيه، لا مش عارف، ده نبح قلب. فانا يا اما اقرر اشتغل مع ده او ده او ده، انما بقى انا هقعد اقنعه ويقنعني والكلام ده كله، هو اصلا الكونسبت بتاعه ايه؟ لازم انا لما اجي اشتغل مع عميل اكون فاهم الراجل ده، حد فاهم بيزنس وداخل فعلا يشتغل وعايز يصرف على البرودكت بتاعته عشان يوريها للناس ويبتدي يطلع منتجات وبلا بلا بلا وما الى ذلك، ولا ده اصلا جاي بيعمل سبوبه وعايز يطلع، تمام؟ طب ده حد عنده بيزنس موديل؟ لا ما عندوش بيزنس موديل، بس هو فاهم. خلاص ده ليفل بي. لا ما حدش ولا عنده بيزنس موديل ولا اي بتاع، وهو بس عايز يعمل اعلان عشان يبيع حتتين عنده كوتشي او اي حاجه وخلاص. خلاص ده ماشي. طب ده انا اشتغله ولا لا؟ مش صح ان انت ما تشتغلوش، ومش صح ومش غلط ان انت تشتغله، هو على حسب انت بتشتغل ازاي. عادي انا ممكن اخد ناس عايزه تعمل اعلان واعمله لها واقول له انا دلوقتي هعمل لك الاعلان، بس النتائج بتاعتها مش هتبقى احسن حاجه عشان عندك مشكله، اعمل لك الاعلان اوكي، ما اقولكش اعمل خلاص، تمام؟ دي في ناس بتشتغل كده، في ناس يقول لا انا دي طريقه شغلي، 1 2 3 4 هتشتغل معايا اوكي، مش هتشتغل معايا خلاص، تمام؟ طيب دي نقطه. النقطه الثانيه بقى، او في بقى حته ثانيه اللي هي السكيلز نفسها، تمام؟ السكيلز اصلا بتاعتي في الشغل، هل انا في السكيلز بتاعتي في الشغل قادر ان انا اقدر ادي الكلاينت الامان ان هو يقول لي اعمل اللي انت عايزه؟ السكيلز دي بتبقى عباره عن ايه؟ النولج بتاعتك، قادر تهندل الكلاينت بشكل كويس، قادر ان انت تشاركه معاك كل حاجه. يعني مثلا انا دلوقتي جه عميل بيقول لي والله انا عندي منتج وعايز ابيعه، طب استنى ده احنا هعمل لك اناليسيس واقول لك السوق فيه ايه واقول لك انت عايز. فجاه اروح اقول له والله ده الماركت فيه 1 2 3 4، المنتج فيه 1 2 3، انت بتعمل 1 2 3. فهو هنا لا بدا
من غير بقى ما اقول له ده احنا هنعمل ونسوي، لا انا بوري له اصلا تمام عشان يقدر ان هو يفهم ان لا في شغل بيتعمل، مش جاست ان انا هعمل اعلان وخلاص تمام. فلازم ان انا اكون فاهم وعندي سكيلز وابتدي اصنف. طيب لو احنا قلنا مثلا الكلام ده اكون فاهم شغلي تمام، اكون مصنف العملاء تمام، اكون عندي مهارة زي ما نقول كده ايه السكيلز، بس عايز اسهلها لكم شوية، يكون عندي مهارة التفاوض نفسه، التفاوض والاقناع، اقدر ان انا طب التفاوض ده بقى مش ان احنا بقى نقعد بقى نتكلم وانا اقول لك وانت تقول لي، لا لا خالص عادي جدا تمام. يعني مثلا واحد من الناس قال لي ده احنا عايزين نعمل ماركتنج وشركة كبيرة مش صغيرة، شركة كبيرة جدا كمان، عايزين نعمل ماركتنج وبتاع ومش عارف ايه والكلام ده كله. طب خلاص تمام، هنعمل 1 2 3 4 وبناء على ده البودجت هتكون كذا وكذا وكده. لا 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 ده مش عارف مين في وزيرة ايه ما بياخدش المبلغ ده. خلاص اوكي ده المبلغ وده الشغل اللي المفروض يتعمل وده اللي المفروض يحصل، مش بالنسبة لك مش قادر تشتغل معانا بالطريقة دي از يو لايك، قادر تشتغل اوكي بس وخلاص الموضوع منتهي تمام. لان هو الكونسبت بتاعه كده. طب هو لو حد لا الكونسبت بتاعه مش كده بس هو بالنسبة له الدنيا محتاج يفهم اكتر محتاج يقتنع اكتر، لا انا محتاج ان انا ابتدي اشتغل معاه.